أهلا أصدقائي، الكثير منا قد يتساءل عن ذكرياته وحنينه إلى طفولته، وأحيانا كثيرة قد تسأل عن أي فترة زمنية كانت موجودة تلك الألعاب الرائعة. حسنا، لهذا سنقدم لكم الألعاب الأكثر شهرة في السنين الماضية. قبل أن نبدأ لا تنسى أن تشارك في التعليقات بأي لعبة قد أعجبتك وكنت تلعبها في طفولتك. ما رأيك إذا أخذنا جولة من الأقدم إلى الأحدث؟ حسنا، في المرتبة العاشرة لعبة تويستر. سنذهب إلى عام 1966 حيث اشترت تلك اللعبة بعد ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية وقام بتجربتها مقدمي البرنامج، وهي عبارة عن وضع قدمك ويدك في المكان المحدد الذي تظهر لك الدوارة. ومنذ هذه اللحظة ارتفعت مبيعاتها ووصلت إلى 3 مليون مبيعا في السنة الأولى فقط، وحققت نجاحا كبيرا. وبعد عدة شهور أطلق عليها اسم لعبة العام. في المرتبة التاسعة العجلات الساخنة أو بالإنجليزية Hot Wheels. قبل ظهور تلك اللعبة كان سوق ألعاب السيارات يمتلئ بالعديد من اللعب الغير ناجحة والغير مجدية، ولكن بفضل هذه اللعبة أحدثت تغييرا كبيرا في لعب السيارات. ففي عام 1968 تم إصدار الجيل الأول من لعبة العجلات الساخنة، وتتكون من 16 نموذجا مصغر، والاختلاف بين هذه السيارات الجديدة والقديمة كان جذريا. فتلاحظ عند لعبك بهذه السيارات أنها سريعة جدا، وأن الشركة اهتمت بكل شيء في تطويرها، لهذا استطاعت أن تنال إعجاب الكثيرين من الأطفال والكبار أيضا. في المرتبة الثامنة مكعب روبيك. ظهرت هذه اللعبة في سوق المبيعات لأول مرة عام 1977، وبفضل النجاح الكبير الذي حققته في الشهور الأولى في عام 1980 أصبحت الأكثر مبيعا في جميع أنحاء العالم، وتم بيع أكثر من 400 مليون لعبة من مكعب روبيك، ولهذا تعتبر أكثر ألعاب الألغاز مبيعا في التاريخ. وكان لهذه اللعبة تأثير ثقافي كبير على المجتمع، حتى أقيم لها معرض دائم في متحف الفن المعاصر بنيويورك. في المرتبة السابعة لعبة المتحولون. في عام 1983 انتشرت هذه اللعبة بالولايات المتحدة الأمريكية وحققت نجاحا كبيرا، مما فكر مصمميها في إنتاج سلسلة تلفزيونية لدعم هذا النجاح الكبير. وفي عام 1984 بعد نجاح المسلسلات الكرتونية وتحقيقها لمبيعات هائلة أصبحت اللعبة الأكثر مبيعا في العالم، فهي لعبة تتحول وكأنها سحر، وهي مناسبة للأطفال الصغار. في المرتبة السادسة لعبة جيم بوي. الآن وصلنا إلى عام 1989، وهنا نلاحظ أن أطفال هذا الوقت كانوا يعشقون اللعب الأدريو، وهذا كان اسمها قبل تسميتها باسم جيم بوي في عام 1989. فأطفال هذا العام كانوا يستمتعون بأشياء بسيطة وغريبة، واخترعتها شركة نينتندو وأصبحت واحدة من أشهر الألعاب في العالم. والذي لا يعرف هذا الجهاز الرائع فيمكنك استخراج صورتك بكل سهولة، وبه العديد من الألعاب التي تجعلك سعيدا ومرحا. في المرتبة الخامسة تاماغوتشي. ظهرت هذه اللعبة في عام 1997 من ضمن الألعاب المحمولة والتي يسهل حملها معك في أي مكان تذهب إليه. وفي هذا العام كان يعتبر الشخص الذي يمتلك هذه اللعبة الرائعة هو شخص غني ومتابع للموضة، ووفقا للإحصائيات فقد أظهرت أن ما بين كل 10 أطفال كان هناك 6 أطفال يمتلكون تلك اللعبة، حتى تم منعها من المدارس بسبب إدمان الأطفال لها، وتم بيع أكثر من 100 مليون لعبة من تاماغوتشي في هذا العام. في المرتبة الرابعة البوكيمون. واحدة من أشهر الألعاب في فترة التسعينات هي لعبة البوكيمون، وكانت تسمى بلعبة البوكيدكس. تم انطلاقها في عام 1999، وأصبح العديد من الأطفال والشباب مهووسين بتلك اللعبة،
وكان أي شخص يمتلك هذه اللعبة يعد من أسعد الأشخاص في العالم، فكانت تحتوي على معلومات عن أنواع البوكيمون، وكان هذا رائعا بالنسبة إليهم. في المرتبة الثالثة، السكوتر. والآن وصلنا إلى سنة 2000، وبالطبع لن نجد أكثر شهرة في هذا العام من لعبة السكوتر، فهي لعبة ممتعة ومسلية جدا بالنسبة للأطفال، واكتسبت شهرتها بفضل تأثر العديد من الأشخاص بلعب الألعاب الحرة أو ما يطلق عليها بالفريستايل أثناء قيامهم بعمل خدع وحركات بهذا السكوتر، وبالطبع سيرغب الجميع في تقليد حركاتهم. في المرتبة الثانية، بلاي ستيشن 3. بالطبع لن تخلو قائمتنا من هذه السلسلة الرائعة، وهي أشهر ألعاب الفيديو التي تنتجه شركة سوني وتتنافس بها الإكس بوكس 360. ففي عام 2006 تم انطلاق هذا الإصدار الذي لقى رواجا كبيرا من محبي ألعاب البلاي ستيشن، وحققت لعبة Resistance Fall of Man نجاحا كبيرا في الأسبوع الأول من انطلاقه. في المرتبة الأولى، الإسبينر. والآن وصلنا إلى عصرنا هذا، وبالطبع أكثر الألعاب شهرة هي لعبة الإسبينر. لا أدري ماذا أقول لكم، لأننا تحدثنا كثيرا في فيديوهات سابقة عن هذه اللعبة الرائعة، لعبة ممتعة أعجبت الكثيرين من الأطفال الصغار حتى وصلت إلى الأشخاص الكبار ذو 50 عاما، وأعتقد أن الكثيرون يمتلكوا واحدة منها ويعرف قصتها جيدا. الآن وصلنا إلى نهاية الفيديو، شارك التعليقات بأي لعبة قد أعجبتك وكنت تلعبها في طفولتك. إلى اللقاء.